برنامج أوراش هو برنامج عملي اللي قدمنا اليوم الانطلاقة ديالو العملية بعد تأشير ديال السيد رئيس الحكومة عليه في الأسبوع الماضي. اليوم وجهنا الكلام للسادة المستشارين والرأي العام باش نقول لهم أننا وجدنا جميع الإجراءات، لأن الناس كينتظروا والناس خصهم هذا الشيء يخرج للوجود. والحمد لله استتممنا جميع الإجراءات. زيارة ديالي الأولى اللي غتكون نضيق في نضيق غتكون نهار الجمعة إن شاء الله، وجميع الأقاليم العشرة هادو اللي اختاريناهم تجريبيين يعني باش نبداو غادي تبدا إن شاء الله في هذا الأسبوع هذا، على أساس أننا غنعموا لجميع الأقاليم وبدون استثناء، لأن عندنا هدف كبير 125,000 غير في سنة 2022. الأوراش غتكون نوعية إن شاء الله، شغل لائق، هي مؤقتة فعلا ولكن نوعية. اللي غيخدم غادي ياخذ السميك كله، ماشي غادي يخدم السميك كله. وهذوك الاموال حنا الهدف اللي عندنا هذا المال ديال الشعب، وخصو يستافدوا المواطنين والشعب، وبالتالي ما كاينش شي سنتيم غادي يخرج على السكه ديالو. فدرنا اللجنه الاقليميه، ولكن درنا الفلوس غادي نديرهم عند لا سي ان اس اس، وغادي يتفرقوا على الناس اللي فعلا خدموا، يعني خص الخدمه تدار. وان شاء الله حنا بدينا بهذا الشيء، ومازال برامج اخرى غادي تجي، راه مازال راه غدا ان شاء الله عندنا اللجنه ديال القياده لو كوميتي دو بيلوتاج باش نصادقوا على هذه الوثائق كلها، والخير امامي ان شاء الله. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.